الباب الرابع والستون صفحة 171 الحديث الرابع عن هشام بن الحكم عن عبد الكريم بن حسان قال قلت لأبي عبد الله ما يقال إن زيارة قبر الحسين تعدل حجة وعمرة يعني هكذا يقال فماذا قال الإمام فقال إنما الحج والعمرة ها هنا عند الحسين الحج أصلا والعمرة هنا عن أي شيء أنت تتحدث أنت تريد أن تقيس زيارة الحسين بالحج عن أي شيء أنت تتحدث عبد الكريم ابن حسان قال قلت لأبي عبد الله ما يقال يعني هو ليس متأكدا من الموضوع ما يقال إن زيارة قبر الحسين تعدل حج وعمرة قال فقال إنما الحج والعمرة ها هنا الحج أساسا هو عند الحسين هذا هو الحج ذلك الحج لا قيمة له إذا عزل عن الحسين قيمة ذلك الحج بولاية الحسين إنما الحج والعمرة ها هنا ولو أن رجلا أراد الحج ولم يتهيأ له لم تترتب الظروف ولو أن رجلا أراد الحج ولم يتهيأ له لم يتهيأ له الحج فأتاه فأتى الحسين كتب الله له حج ولو أن رجلا أراد العمرة ولم يتهيأ له فأتاه كتبت له عمرة لأن جوهر الحج ولأن جوهر العبادات هو في ولاء المعصوم وزيارته كما مر علينا من تمام الوفاء بالعهد له وحسن الأداء كما قال إمامنا الرضا في الروايات المتقدمة ومع ذلك هذه المطالب الأئمة يبينونها لأصحابهم بحسبهم لأن المضامين ستبدأ تتضح أكثر وأكثر